غراميات السينما والملاعب. هوس الارتباط بلاعيبه الكوره والفنانات كبير جدا، علاقات كتير في منها اللي فشل وقليل جدا اللي نجح، لدرجه ان السينما جسدت الهوس ده في افلام زي غريب في بيتي. بما ان اللي نجح قليل فنبدا بيه. قصه حب الفنانه رجاء الجداوي وكابتن حسن مختار، واللي استمر لحد ما توفى كابتن حسن مختار من فتره قليله. لقاء الخميسي وعبد المنصف، واللي اشاعات الطلاق مش سايباهم في حالهم، ولكن كل مره بينزلوا صوره ويثبتوا ان حبهم مستمر وان هم بعيد جدا عن الطلاق. يارا نعوم وعماد متعب، واللي نشأ بينهم صداقة تحولت إلى حب وجواز أصفر عن طفلتين، وبرضو الإشاعات مستيباهم في حال. بيجي بقى للعلاقات اللي فشلت واللي هي كتير جدا. كابتن مصطفى يونس ومي عبد النبي بعد ما طلب منها تعتزل وهي في قمة مجدها، فالانفصال كان الحل. شريف عبد المنعم وهدى رمزي، واللي الجواز ما استمرش بينهم غير فتره قليله بسبب غير الكابتن شريف عبد المنعم المفرطه على هدى رمزي. مدحت عبد الهادي وشمس، واللي انفصلوا بعد اعلان جوازهم بفتره قليله جدا. مي عز الدين ومحمد زيدان، واللي كان بينهم صداقه قويه تحولت لخطوبه، وبعدها بفتره قليله فسخوا الخطوبه بسبب اختلاف في وجهات الراي والطباع. ابراهيم سعيد وعلاقاته الكتير. ابراهيم سعيد معروف بعلاقته النسائيه المتعدده وخناقاته الكتير. ارتبط ببوبي نجمه اعلانات ميلودي افلام، ولكن بعدها بفتره قليله فسخوا الخطوبه. جمال حمزه، واللي نمط حياته مش بعيد عن ابراهيم سعيد، هو كمان اشتهر بتعدد علاقته النسائيه. في 2014 ارتبط بالممثله ريهام غنيم، ولكن سريعا باعلن انفصاله.